مساء الخير يا معالي الوزيرة، كل سنة وحضرتك طيبة. اهلا دكتور عمرو، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين طيبين، و يعني 30 يونيو سعيد على مصر، ودايما في رقي وتقدم لقدام، وكل سنه وحضراتكم طيبين عشان عيد الاضحى المبارك. الله يخليكي معالي الوزيرة. في البداية، فكرة المرصد ده جات ازاي؟ اولا يمكن وزاره التضامن معنيه بملف مهم جدا بالنسبه لنا، هو ملف الوعي العام او وعي المجتمعات، وبصفه خاصه في المجتمعات الريفيه والمجتمعات المناطق الحضريه المطوره، خاصه ان القضايا اللي بنشتغل عليها قضايا ربما تكون بتمثل ظواهر ممكن تشكل حاجه كويسه للمجتمع المصري ويبقى ليها منظور ايجابي، زي قضايا المراه وزي قضايا الاسره بالذات العنف الأسري، وزي قضايا التمكين الاقتصادي، وزي قضايا الأيتام وذوي الإعاقة. فالحقيقة يمكن عندنا بعض القضايا اللي بنشوف إن هي ممكن تكون يعني هي موجودة بس مش موجودة بالقوة اللي إحنا عايزينها، ليها مفهوم خاطئ، طريقة طرحها بتبقى مش دايما فيها معالجة صحيحة من الدراما. دي نقطة. النقطة الثانية إن يعني إحنا بنتكلم على إن الفن للتعبير أو للتغيير، إحنا بنشوف إن الفن ممكن يساعد كتير في الارتقاء العام وفي معالجة القضايا الاجتماعية والأسرية بشكل بناء، وفي تسليط الضوء على الظواهر الإيجابية في المجتمع وفي الخروج حتى مناقشة قضايا. مفيش مشكلة إن يكون في قضية، لكن ازاي نخلي القضيه دي تناقش بشكل ما يبقاش بيسيء للاسره ويسيء لقيمنا واخلاقياتنا. فالحقيقه ده مؤخرا، عشان كده احنا يعني من خلال بعض الاعمال الدراميه اللي شفناها يعني وزاره التضامن بدات تدخل فيها، زي فاتن امل حربي والمشاهد او الجزء الخاص بمراكز استقبال النساء ضحايا العنف اللي وزاره التضامن بتشرف عليها، زي مساله اثاره موضوع ذوي الاعاقه، اذا كنا شفنا فكره التوحد في مسلسل ليه لا، او عائله زيزي ال اي دي اتش دي، زي ما شفنا موضوعات خاصه بالاسره المصريه في ابو العروسه. فالحقيقه يعني احنا عملنا اللي عملناه ان احنا يعني طرحنا استعرضنا مع بعض المسلسلات اللي حصلت في العامين الاخرين عشان نقدر نقصد ايه المسلسلات اللي طرحت هذه القضايا اللي اتعملت بشكل بيؤدي او بيهدف هادف ومميز، هادف يعني موضوعيا وبيعالج قضايا في المجتمع او حتى بيطرحها للنقاش، وفي نفس الوقت هو عمل فني مميز. نعم. ان ما يكونش فيه مشاهد عنف او اساءة او استخدام. طب عفوا يا معالي الوزيرة، في هذه النقطة تحديدا، هل يعني المرصد من مهامه ايضا الاشارة الى بعض الاعمال الدرامية اللي انتم شايفين او المرصد شايف انها يعني اثرها عكسي وسلبي على المجتمع؟ بص حضرتك، ده هي واضح ده قوي في بعض المشاهد اللي خاصه بالتدخين او بالتعاطي، لان كان في بعض المشاهد عما قبل. اولا طبعا بنشكر الشركه المتحده في تعاونها معانا الشديد، وايضا احنا عملنا بنعمل مرصد للدراما الاجتماعيه ومرصد ايضا لمشاهد التدخين والادمان. مشاهد التدخين والادمان كانت منذ 3 سنوات 8% من المشاهد، النهارده وصلنا الى اقل من 2%. مشاهد ده عن مشاهد التدخين. المخدرات كانت 4% من اجمالي المشاهد، وصلت النهارده 0.5%. معنى كده ان في المرصد بيجيب اثره الايجابي، ان احنا نبتدي نراقب انفسنا، لان التلفزيون موجود في كل بيت وفي كل اسره، وكلنا بنلتف حوالين التلفزيون وبنشاهد. احيانا بتبقى صوره البطل ان هو يعني بيمارس بعض الاعمال المنافيه لاخلاقياتنا. نعم. فتلاقي الشباب عايز يقلده في تسريحه شعره، في طريقته، في تدخينه، في الاستخدام بعض الالفاظ اللي بيقولها. فالحقيقه احنا عايزين فن راقي، لان احنا بنؤمن ان الفن رساله وان هو يحمل في طياته تغيير مجتمعي. وبنشكر كل الساده النجوم وصناع الدراما اللي قدموا اعمال رائعه،
زي ابو العروسه وزي اختيار وزي ولاد ناس وزي مشاهد تانية. يعني هي انا مش عايزه ابتدي اقول المسلسلات، لان زي ما في يعني عايزه اقول احيانا بيكون المسلسل رائع وفي بعض المشاهد الغير محببه. فاللي احنا بنقدر نعمله ان احنا بنسلط الضوء على ده وبنطرح هذه القضايا. والحقيقه انا بشكر الساده الفنانين، الفنانه العظيمه لبلبة والفنانه انوشكا والفنانه نيلي كريم والفنان احمد الشامي يعني الحقيقه والفنان احمد وفيق، مجموعه كبيره، والفنان سلامه في حضورهم واهتمامهم ان هم يحضروا مناقشه القضايا الاجتماعيه. وده يعني بيعكس ان المجتمع مع بعضه بيبني جسر ما بين الفن وما بين الواقع. احنا وزاره واقعيه جدا جدا، رجلينا على الارض في كل شغلنا وكل برامجنا. فعلشان كده مهم قوي ان احنا ننقل الصوره اللي تحت لصناع الدراما والعكس صحيح. اعتقد انها ده هيساهم في تشكيل وعي عام وفي صوره ايجابيه للمجتمع صحيح. المصري صحيح. وفي استرجاع لقيم الاسره والمجتمع السليم. طب معالي الوزيره، فرصه ان حضرتك معايا، انتوا عملتم زي تقرير عن انجازات الحمايه الاجتماعيه لسنه 2021 2022، يا ريت لو حضرتك تشيري الى نصيب برامج من برامج الحمايه الاجتماعيه زي مثلا تكافل وكرامه، نصيبها من هذا التقرير، يعني كم اتصرف عليها؟ ايه اللي اتحقق في هذا البرنامج؟ اولا طبعا تحيه خاصه جدا للسيد الرئيس اللي بيشعر فعلا بالمواطن المصري بكل اماله والامه، ويعني ما سبناش فئه غير وطرقنا الابواب عليها من اول الاسر الفقيره لغايه النساء المطلقات او الارامل المعيلات لغايه الاشخاص ذوي الاعاقه، الاطفال اللي محرومين من التعليم، الطفوله المبكره في سن الحضانات، المراه المصريه، في مساعي دائمه من الدوله وتوجه خاص بمنظور حقوقي لكل فئه من الفئات بان يكون في شكل من اشكال العداله الاجتماعيه في توزيع الموارد اللي بدأ من 2015 بإصلاح منظومة الدعم ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بأيضا الوقوف جانب هذه الفئات في الأزمات الاقتصادية زي كوفيد-19 وفي تطوير المنازل أو تأسيس الوحدات السكنية للسكان العشوائية وغير الآمنة، وبرامج سكن كريم في القرى المصرية، وصلنا مية، وصلنا صرف، رفعنا كفاءة منازل. أيضا كان في مساعي لتوفير فرص عمل من خلال مشروعات متناهية الصغر. هل معنى كده أن احنا وصلنا للآخر؟ أبدا لا، في مساعي دؤوبة لكن ما زال أمامنا الكثير. المسألة تستدعي تكاتف وتضافر الجهود كلها، مش بس الجهات الحكومية. أنا بشكر المجتمع المدني على يعني مشاركته الدائمة في بكل وطنية وبكل قوة في المشروعات القومية وفي المشروعات الميدانية. لدينا أيضا الحقيقة في تعاون دايما مع الأزهر الشريف ومع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات ومع بنك ناصر الاجتماعي، في دعم مستمر من القطاع الخاص بالذات من البنوك المصرية. تكافل وكرامة كان من البرامج اللي كان حظها جيد، لأن احنا كنا في سنة 2015 ميزانية بتاعتنا 6.3 مليار، السنة دي ميزانيتنا 22.5 مليار. ده بالإضافة طبعا ان في أصحاب المعاشات، إصلاح منظومة المعاشات، صرف العلاوات الخمسة، الزيادات المعاشات السنوية. في ايضا الحقيقه السيد الرئيس وجه بان يكون في تكافؤ فرص تعليميه للطلاب. فيعني ساعدنا كتير ان احنا نعفي طلاب من مصروفات المدرسيه ونوفر اجهزه تعويضيه لذوي الاعاقه. يعني مشروعات كتير جدا، يعني في تعويضات، التعويضات للاسر الضحايا والارهاب، يعني الحقيقه عمليات الارهابيه، أسر الشهداء والمصابين تضاعفت نسبة تعويضاتهم من 50 ل 100 ل 200 ألف، بالإضافة إلى يعني معاش شهري مدى الحياة. طبعا أرواحهم أغلى علينا ودمائهم غالي علينا، لكن ده للأسر.
في ايضا ملف الغارمين والغارمات اللي السيد الرئيس عفى في شهر في الاعياد السابقه عنهم، واحنا كمان كتضامن بنستكمل الجهود بان المقيده حريتهم او المحكوم عليهم بنسدد مدينيتهم، والتوسع في الحضانات ان احنا يعني يمكن السيد الرئيس والحكومه المصريه ترى ان مرحله الطفوله المبكره مهمه جدا للاستثمار في البشر حتى سن المعاش. بشكرك معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا يا فندم.